مباشرة إلى شعفاط إلى هناء محاميد. هناء، هناك معلومات حسب مصدر عسكري إسرائيلي يتحدث عن أن المواجهات قد تمتد إلى قلنديا، إلى بيتونيا، وأيضا يبدو أن هناك نوع من الاحتكاك في العيسوية في هذه الأثناء. هل هناك تطورات جديدة في شعفاط وأيضا في مناطق مختلفة من الضفة غير التي ذكرتها؟ نعم نعم كمال، في شعفاط المواجهة مستمرة لكنها هدأت كثيرا مقارنة بساعات الصباح وما بعد الظهر. ربما هذا ناتج عن اقتراب موعد الإفطار. لا ننسى أننا في شهر رمضان، في اليوم الرابع من رمضان. هناك أيضا مواجهات لا تزال مستمرة، أيضا اندلعت قبل نحو ساعة في بلدة العيسوية شرقي القدس المحتلة، أيضا في عند منطقة مخيم قلنديا. تريدنا أنباء بالفعل باندلاع مواجهات خفيفة حتى هذه اللحظة، ولكن التوقع هو بالفعل بأن تستمر المواجهات وأن تمتد رقعة هذه المواجهات لتطال مختلف الأحياء المقدسية وأيضا لتطال مختلف المناطق داخل الضفة الغربية. يعني حدث اليوم اختطاف الشاب المقدسي محمد أبو خضير لا ينفصل عن الحملة العسكرية المستمرة الوحشية التي تقودها القيادة العسكرية والسياسية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة منذ نحو 3 أسابيع. في صباح هذا اليوم تم هدم منزل الأسير المحرر زياد عوض في قرية إذنة غرب مدينة الخليل، بحيث تتهمه إسرائيل بأنه قام بقتل ضابط في الشرطة الإسرائيلية قبل نحو 3 أو 4 أشهر. إذن يعني هي حالة توتر متصاعدة. كمال، بخصوص يوم الجمعة، كنت سابقا قد سألتني عن يوم الجمعة. نحن نتوقع أن يكون هناك إغلاق يعني أو منع للفلسطينيين من الضفة الغربية من الدخول إلى مدينة القدس، حتى أولئك الذين حصلوا على تصاريح للدخول والصلاة في المسجد الأقصى في هذا الشهر الفضيل. نتوقع أن تستمر المواجهات هذه الليلة وأيضا قبيلة وبعيدة إحضار جثمان الشهيد محمد أبو خضير وتشييعه. نتوقع أن تستمر هذه المواجهة. أنا أشكرك جزيل الشكر هناء محاميد، مراسلة الميادين من حي شعفاط الذي شهد منذ الصباح مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وبين قوات الاحتلال الإسرائيلي. كما أيضا أشكر مراسلنا في غزة أحمد غانم. ومشاهدينا، أيضا فيما يتعلق بالعراق وما يجري حاليا في العراق، الأراضي الفلسطينية، سوريا، كل هذه المناطق التي تشهد توترات ساخنة على المستوى العربي، رئيس الوزراء نور المالكي أعرب عن أمله في أن يتم التوصل إلى تشكيل حكومة جديدة وتحديد الرئاسات الثلاث في العراق خلال الجلسة البرلمانية المقبلة. المالكي شدد في كلمة له على أن الأولوية في المرحلة الحالية يجب أن تكون للأمن وللعملية الأمنية. وأؤكد لكل الأخوة المسؤولين في العملية السياسية والمواطنين بشكل عام أن الأولوية اليوم في المعركة للأمن وللتحديات الأمنية والمخططات التي تضعها المنظمات الإرهابية مدعومة بإرادات تتعكز على سياسات أو على نهج طائفي. المعركة اليوم مقدمة على كل شيء هي معركة الأمن ومعركة حماية العراق ووحدة العراق وهوية العراق وهوية المواطنين وأمنهم واقتصادهم وكل شيء. إذن هذا ما قاله رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حول ما يجري في العراق وأيضا الاستحقاقات على المستوى السياسي والعسكري. أستاذ معتز عبد الحميد، ربط سياسي أو حل المعضلة السياسية المتعلقة باختيار الرئاسات الثلاث في العراق عبر وتشكيل حكومة جديدة، هل تعتقد بأن له علاقة مباشرة بالوضع الميداني؟ أي بمعنى، إذا تم حل هذه المشكلة السياسية والوصول إلى توافق سياسي بين الكتل السياسية، هذا سوف ينعكس مباشرة على الوضع الميداني، هل وجهة النظر هذه صحيحة؟ نعم بالضبط. حتى الشارع
الشعبي وكذلك المواطنين يشعرون بأهمية الملف الأمني وكذلك أهمية أن تحل كافة الأطراف السياسية مواقفها في الأسبوع هذا الأسبوع القادم حتى تتم جلسة العقد البرلمان وتناقش أولويات الملف الأمني والملف العسكري وكذلك هناك هم كبير جدا يعاني منه المواطنين في محافظات عزيزة على الشعب العراقي محافظة الأنبار وتكريت وديالة والموصل. هذا الهم حقيقة هم مشترك مع أطراف سياسية تحاول تضع أسفين الخلافات بين الأطراف السياسية بشهر السلاح وكذلك ترويج بعض الإشاعات التي تؤثر على نفسية المواطن وتؤثر على خلق البلبلة والإشاعات المستمرة لدى المواطنين. خطاب المالكي أكد على مصداقية الرأي في هذا الموضوع وهم هم الشعب العراقي بالوقت الحاضر هو هم إدارة الملف الأمني وإدارة الملف الخاصة الملفات العسكرية الموجودة حاليا وحال حالتها، لأن موقف فلوجة لا يزال موقف بدون نتائج ناجعة على الأرض، بقى لحد الحصار مفروض على المواطنين في والمسلحين في داخل فلوجة، كذلك هنالك مدن قد احتلت من الأنبار لا تزال بدون حل عسكري، كذلك موضوع الموصل ومواضيع أخرى. هذه الهم هو متعلق باتفاق الجوانب العسكرية مع الجوانب السياسية، الأطراف السياسية مهمة جدا في الاتفاق على صيغة وطنية للحد من نشاط داعش والحد كذلك من نشاط المسلحين الآخرين اللي يجون إلى قتل المواطنين ونحن خاصة في هذا الشهر الحرام. طيب أستاذ معتز المالكي أيضا انتقد تصريحات رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني بشأن المادة 140 مشيرا إلى أن المادة الدستورية لم تنتهي، حذر من أي خطوة لتنظيم استفتاء لإقليم كردستان. أنا سأسأل سيادة العميد هنا في الاستوديو حول هذه المسألة، مسألة انفصال إقليم كردستان والتهيئة له، موقف إيران وتركيا من هذا الموضوع الرافض، وكان موقف التركي ربما لافت أكثر على اعتبار أن تركيا عقدت تحالفا كبيرا في الآونة الأخيرة مع مسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان. نريد أن نسأل عن التغيرات الجغرافية والسياسية في المنطقة، والتي هل نحن في حالة فوضى سيادة العميد جغرافية وسياسية وأمنية في المنطقة، أم أنه فعلا هناك نظرية تقول بأن ما يجري هو عملية مرتب لها انفصال إقليم كردستان مرورا بما يجري الآن في شعفاط؟ لا، الموضوع انفصال إقليم كردستان يختلف عن موضوع شعفاط. تركيا استغلت كردستان اقتصاديا وسياسيا بشكل كبير، هي رأت كردستان وهي متنفس الأساسي، المعروف أن كردستان ليس لها منفذ على البحر وبالتالي غير قابل للحياة إلا بوفاق مع جيرانها تركيا وإيران وسوريا والعراق. أما أن تتقدم تركيا وتستغل كردستان فهذا يعني تقول لكردستان خذوا من بغداد واعطوا أنقرة. هذه الصيغة التي يعني عمل بها منذ 10 سنوات حتى اليوم، كردستان تأخذ من بغداد وتعطي أنقرة وأنقرة مستفيدة من هذا الموضوع. أما أن يصل الأمر إلى أن كردستان تنفصل وتحرك الشعور القومي الكردي في تركيا الذي يعني يقطن في نحو 30% من الأراضي التركية والذي سيطالب بانفصال أو الانضمام إلى هذه الدولة، فذلك يؤثر على الكيان التركي بشكل عام وهو غير مسموح الاقتراب منه حسب. لكن تسمح لي سيادة العميد نعمل بانوراما لما يجري، وأنا كنت أتحدث عن الفوضى وسأخذ رأي ضيفي أيضا في بغداد في هذه المسألة. عندما تدعم التنظيمات الأصولية أو المتشددة في سوريا بشكل مباشر من دول إقليمية وتغطى عالميا كما تعرف، يعني تدعم بشكل مباشر، هذه التنظيمات تقوى شوكتها، تعود إلى العراق، أتحدث عن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، تحدث اختراقات كبيرة، تسيطر على الجغرافيا بشكل كبير، بعد ذلك هذه التنظيمات تتمدد، إسرائيل تدعم جزء منها على الحدود السورية الإسرائيلية، إسرائيل تصعد في فلسطين، إقليم كردستان اعتمادا على تقدم داعش إلى كركوك يستعيدها ويبدأ الحديث عن الانفصال. هذه سلسلة مترابطة وأكثر من ذلك، يعني هذه سلسلة مترابطة أم أنني أعالجها يجب معالجتها كملفات منفصلة في المنطقة؟ يعني الذي المترابط فيها هو أنه بعد 2001 عملية 11 أيلول لجأت الولايات المتحدة والغرب
إلى يعني عدم التدخل العسكري وانطلاقا من تجارب أفغانستان والعراق يعني، وبدأ جيش جديد للولايات المتحدة هو جيش الإرهاب، هو يعني تدعمه وتقول أنها تكافحه تسهل له الدخول إلى دولة عضو في حلف الأطلسية التركية وتقيم معسكرات فيها، ثم تتهم تركيا بأنها تسهل لهؤلاء الإرهابيين بالانتقال، تقدم له معلومات وخصوصا أجهزة الاتصالات، أجهزة الاتصالات التي تحوزها داعش وتستعملها داعش وجبهة النصر أيضا هي اتصالات من درجة الدول الكبرى وليست أجهزة اتصالات عادية، يعني يصعب على الجيش العراقي أو على الجيش السوري أن التشويش على هذه الأجهزة. يعني يمكن استخدام هذا الجيش الجديد الذي تمويله معروف وخليجي، إما من دول وأما من أشخاص خليجيين، والدم عربي ومسلم، والسياسة والمستفيد هو الولايات المتحدة والغرب. انظر إلى سوريا ماذا حل بها، انظر إلى العراق ماذا حل به، انظر إلى ليبيا ماذا حل بها، انظر إلى الصومال، انظر إلى السودان، كلها بواسطة هذه الجيوش بشكل أو بآخر. هذا المشهد العام العالمي بعد دخول العراق وخبرة الولايات المتحدة من التورط العسكري المباشر. لا ننسى أنه في آذار سنة 2013 توجه رئيس أوباما إلى البنتاغون وعقد مؤتمرا صحفيا في البنتاغون، أعلن فيه أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على خرض حربين في وقت واحد. يعني هو يعتبر أن الحرب بأفغانستان ما زالت قائمة، بالتالي لا يريد الحروب مرة ثانية. ثم أن ما تسرب أمس من الولايات المتحدة أنها تريد القيام بعمل عسكري فقط في حالة أن تشكل داعش خطرا على المصالح الأمريكية، إما في الداخل الأمريكي أو في خارج الولايات المتحدة. إلى الآن الموقف الإيديولوجي الذي تعبر عنه الولايات المتحدة ضد الإرهاب لم يترجم إلى موقف سياسي وعسكري لمكافحة الإرهاب. معي 4 دقائق فقط، سأتوجه في دقيقتين للأستاذ معتز في بغداد لسؤاله حول هذا الموضوع. أريد أن أسأل سؤالا مباشرا أستاذ معتز عبد الحميد، داعش بفعالياتها الآن بهذا التفعيل لداعش، بهذا التسليح النوعي لداعش، تستهدف خطا سياسيا معينا ومحورا معينا وتستثمر ضده، أم هي حالة منفلتة تحتاج إلى تظافر دولي وتحتاج أن تطلب العراق من الولايات المتحدة، تطلب من الأوروبيين أن يساعدوها؟ هل ترى دورها وظيفي في العراق وسوريا، أم هي حالة منفلتة العقال حاليا في المنطقة؟ لا، الحقيقة حالة هي الحقيقة تحصل على تموين إقليمي وتحصل على امتداد أخطبوط في كل دول العالم، يعني هنالك أكثر من اعتراف أوروبي على هذا الموضوع خوفا من داعش وامتدادها. عندما يرجع المقاتلين المسلحين أوروبا يقوم بعمليات هجومية على مصالح أوروبية ومصالح في تلك الدول، هنالك هم كبير جدا لكافة دول الجوار. حتى في إقليم كردستان هنالك هموم كبيرة جدا، لأنك حركات إسلامية كالحركة النقشبندية متفقة مع حركة داعش وهي في صلب كردستان ومتواجدة من فترة طويلة. هنالك حركات سلفية أخرى تجهر بكذلك بنفس أساليب وأفكار حركة داعش، موجودة في الإقليم وموجودة كذلك في أقضية ونواحي مع مشتركة مع الطرق الصوفية الكردية. كل هذا يدل أن الهم كبير جدا في هذه المنطقة، الهم ليس فقط في بغداد ولكن الهم مشترك في إقليم كردستان وبقية دول الجوار. طيب في دقيقتين أيضا سيادة العميد، بالنسبة لإسرائيل والتصعيد الإسرائيلي، تعرف الآن أجواء مونديال كأس العالم والناس يعني منشغلة في متابعة المونديال، أيضا رمضان حاليا ومتابعة الدراما التلفزيونية والناس تنصرف عن الأخبار، هل تعتقد أنه هذا توقيت ملائم للإسرائيليين للقيام بعدوان وحرب شاملة وأن الإسرائيليين سيستثمرون ذلك؟ على مستوى الرأي العام العربي لن يكون هناك تفاعل في هذا التوقيت، يعني هكذا يقال توقيت ملائم، خصوصا أننا شرفنا على الساعة 7 موعد انعقاد الكابينت، حيث يعني ينتظر اتخاذ قرار ما. القرار الذي اتخذ سابقا هو اللا قرار وترك قيادة الجيش والمؤسسة الأمنية أن تقوم بردود الفعل المناسبة. أما الآن فأعتقد أن القرار سيكون هو ضربة محدودة تستهدف إما قياديا أو مركزا حساسا لحركة حماس أو
باقي فصائل المقاومة أو في الضفة الغربية، ربما كما شهدنا فجأة عن استهداف القائد أحمد الجعبري عام 2012 قد نشهد استهدافا لقيادات أخرى من حركة حماس أو من حركة الجهاد الإسلامي أو من فصائل أخرى، وربما في الضفة الغربية أيضا. لن يخرج هذا الاجتماع إلا بقرار من هذا النوع، لأن يبدو أن الجانب السياسي العنصري في المجلس المصغر يريد أن يفرض شيئا ما يعني أقل من الاجتياح. سيتم استبدال الحرب الشاملة بعملية محدودة، بعمليات نوعية محدودة ومؤذية للشعب الفلسطيني وقياداته السياسية والأمنية والعسكرية. أنا أشكرك جزيل الشكر سيادة العميد الياس فرحات محلل الشؤون العسكرية في قناة الميادين، وأشكر أيضا الأستاذ معتز محي الدين عبد الحميد مدير المركز الجمهوري للدراسات الأمنية. أطلنا عليك في هذا الحر في بغداد أستاذ معتز، بارك الله فيك. حياك الله. حياك الله. أيضا أشكر محمد كريم مراسلنا من أطراف الموصل، شكرا جزيلا لك محمد كريم. مشاهدينا انتهت هذه التغطية الآن، لكننا سنكون معكم في كل جديد. الساعة 7 سيكون هناك اجتماع الحكومة الإسرائيلية المصغرة، سوف نرصد عبر شبكة مراسلينا وأيضا مدير مكتبنا في فلسطين المحتلة ماذا سيكون من قرارات عبر هذا الاجتماع. سنكون معكم في كل جديد إن شاء الله. السلام عليكم.